يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب